دكتور رشدي زهران نائب رئيس جامعة اسكندرية معانا على التليفون. برحب بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا اهلا فندم. وسهلا بحضرتك. طب احنا عندنا النهارده الاول في خبر ليه علاقه بقبول استقاله رئيس جامعه اسكندريه، وهعرف حضرتك التفاصيل، لكن خليني في اللي حصل في جامعه اسكندريه النهارده وطمنا على الاوضاع وموضوع برضو ان الصور اللي بتتوزع دلوقتي للطالب الله يرحمه عمر الشريف، ازاي بتتعاملوا مع الامر يا دكتور؟ لا، هو النهارده الامور كانت ماشيه لغايه منتصف النهار بشكل طبيعي وشكل جيد. على بعد صلاه الظهر كده لقينا في تجمع خارجي خارج بوابه كليه التربيه من مجموعه من الشباب، وهنا بقول شباب لانه كتير منهم لا ينتمون الى جامعه الاسكندريه. عملوا تجمهر على بوابه كليه التربيه وحاولوا يقتحموها. تصدى اليها قوات الشرطه اللي كانت موجوده في حوالين الجامعه بالاضافه الى افراد الامن الاداري، وتمكنوا من الدخول، بعضهم تمكن من الدخول الى حرم الجامعه من خلال بوابه كليه التربيه. طبعا اتقفلنا البوابه على طول وكثفنا الامن الداخلي اللي هو الامن الاداري بتاعنا، والجماعه بتوع الشركه اللي هي بتامن البوابات برضو اوصلت جميع الابواب المتعلقه ب الحدث او هذا التثبيت للبيبان زي ما بتقول. والولاد الحقيقه دابوا في وسط المجمع ده، تجمع كبير من الطلاب لما بيكون في ذروته قد يصل الى 80,000 طالب. بعدها بشويه حصل شويه هتافات وشويه تجمعات بتندد باحداث الاسبوع الماضي اللي حدثت في كليه الهندسه يوم الثلاث 14/10، وبدأوا يوزعوا منشورات مناهضة للنظام ومناهضة للدولة وللداخلية وللجامعة نفسها. وفي شيء من أقول إيه التوعد لحبس زملائهم ومن فصل ومن اتخذ ضده أي إجراء من قبل الجامعة. يعني هذا ما حدث، لكن كلها كانت أحداث مش عايز اقول انها احداث شديده او جسيمه، وانما اخذت دقائق كده ثم تفرقوا ولم يحدث اي خسائر سواء في المنشآت او المعدات، وانما حصل بعض الكر والفر وتمكن الطلاب بعد كده من الذوبان في وسط مجموعه الطلاب وانتهت المساله الحمد لله ما حصلش حاجه. تمام يا دكتور. طيب اروح مع حضرتك بقى الموضوع الثاني الخاص باستقاله رئيس جامعه اسكندريه. طبعا كان رئيس الجامعه كان قدم استقالته امبارح دكتور اسامه ابراهيم، والنهارده المجلس الاعلى للاجتماع عقد جلسه طارئه وقرر قبول الاستقاله. اولا انا معانا نص الاستقاله دكتور رشدي، وهو اتكلم فيها لظروف خاصه، لكن احنا المفهوم عندنا ان الاستقاله ليها علاقه باللي حصل طبعا في مستشفى سموحه والمشكله اللي حصلت هناك والمخالفات وما الى اخره اللي تم الكشف عنها. ف قول لي حضراتكم شايفين الاستقالة دي ازاي واسبابها وايه الوضع دلوقتي حاليا في مستشفى سموحة؟ والله طبعا الاسباب التي دعت الاستاذ الدكتور سامع ابراهيم الى الاستقالة هي واضح انها اسباب خاصة بيه. طبعا اي واحد يحل من ان هو يذكر اسبابها، طبعا هو يقدر يقول الاسباب اللي دفعته الى تقديم هذه الاستقالة. اسمحي لي بعد اذن حضرتك بس اصحح مفهوم بسيط، انه المجلس الاعلى للجامعات ليس الجهه المنوط بها قبول الاستقاله، وانما احيط بها علما واخذ الاجراءات اللازمه لرفعها الى جهات الاختصاص. امال مين اللي بيقبل الاستقاله من عدمه يا فندم؟ وزير التعليم العالي ولا مين؟ من يملك التعيين هو من يملك قبول الاستقاله، وهو السيد رئيس الجمهور. ايوه فندم. طيب بس معلش يا دكتور رشدي خلينا نتكلم بصراحه، يعني هو دكتور اسامه هو اللي كان مسؤول عن مستشفى سموحه، تمام؟ انا اقول لحضرتك كل الكلام اللي بيتقال، هو المسؤول عن مستشفى سموحه، ولما حصل طبعا موضوع ان رئيس الوزراء راح وافتتح المستشفى وطلع ان في طبعا حاجات كتيره ناقصه وما هياش شغاله وما تم الكشف عنه بعد كده، بالاضافه انه بشكل مباشر بيقال انه ده عنصر اخواني،
تمام، وانه اضطر بعد كده ان هو بعد 30 يونيو يطلع بيان يقول ان هو مش اخوان، لكن فضل دايما الشك والشبهه حواليه بالخصوص ده. ولما حصل موضوع مستشفى سموحه نوعا ما تاكدت الشكوك، او يعني المساله بقى في شيء ما غلط بيحصل. لا شوفي، خلينا ناخد الامور واحده واحده بعد اذن حضرتك والساده المشاهدين. اتفضل. يعني في عجاله طبعا، المساله يعني لم تاتي في ثواني او دقائق معدوده. هناخد الاول بعد اذن حضرتك موضوع المستشفى، وبعدين نتعرض ل ما قيل على الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه المستقيل او المعتذر عن عدم استكمال المده بتاعته. تمام. بعد كده الاسباب. اما بالنسبه للمستشفى، اولا في عجاله عايز اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين انه هذه المستشفى تم زيارتها من قبل السيد وزير التعليم العالي قبل زياره معالي رئيس الوزراء بوقت كافي، يمكن قد يصل الى 3 أسابيع او يمكن 4 أسابيع. زارها معالي وزير التعليم العالي وتفقدناها، كنا كلنا موجودين بالساده الاطباء. ووقت ما الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي زار المستشفى كان بيه بعض الملاحظات من القائمين بالعمل في المستشفى. نقطة أحب أنوه عنها إنه هذه المستشفى تم تجهيزها من خلال منحة ما بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية منذ العام 2009، والجانب الهولندي استكمل جزء كبير إن لم يكن تقريبا بنسبة 100% التجهيزات، يعني بعض التجهيزات لسه ما هياش كامله ومتوفره بنسبه 100% عفوا، وانما يعني في جزء كبير متوفر زي مثلا اجهزه الاشعه او اجهزه الغسيل الكلوي او غرف عمليات، مش كل غرف العمليات، الجزء الخاص بالجراحه، الجزء الخاص بالعنايه المركزه اللي هي بعد عمليات الجراحات الى لا بس بنسبه قد ايه المستشفى محتاجه انها يعني تستكمل تجهيزاتها؟ يعني لانه يعني لا، ده كان في احراج لرئيس الوزراء انه يروح يفتتح مستشفى. انا هكمل لحضرتك وقتها كان في شويه ملاحظات من القائمين، ومعالي الوزير امر باستكمال الملاحظات لان المستشفى يعني تقريبا في الاطوار النهائيه من انها تقترب من انها تكتمل. وبالفعل تم استكمال الملاحظات، وكان في دعم شديد جدا من معالي الوزير في استكمال المبالغ اللي فاضله للانتهاء من اعمال التكييف والوصلات اللي ما كانتش موجوده. وبالفعل قبل الزياره يمكن باسبوع او ب 10 ايام زرنا الاستاذ الدكتور مستشار وزير التعليم العالي لشؤون المستشفيات الجامعيه، تفقد المستشفى وقعد مع الساده المسؤولين لمده يوم بالكامل من الصبح من الساعه 10 او 11 الى نهايه اليوم، وزار كل الاقسام بتاعت المستشفى وحط تقريره ورفعه الى معالي الوزير. بعدها معالي الوزير يبدو انه حقق اتصال مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على تشريف معالي رئيس الوزراء في مناسبه او بمناسبه وجوده في محافظه اسكندريه. وبالفعل حضر السيد رئيس الوزراء وتم افتتاح المستشفى. هنا احب ان انا اقول حاجه، انه المستشفى زي اي مستشفى، زي اي منشاه، في طور الافتتاح التاهيلي او الافتتاح التجريبي اللي بيشتغل فيها العنايه المركزه اللي هي تابعه لعمليات الجراحه زي ما قلت لحضرتك، الغسيل الكلوي، الاشعه. طبعا مش كل مناطق المستشفى شغاله، عندنا قصور شديد جدا في التمريض المستشفى. طيب ما علينا، مش يعني بدون الدخول في يعني كل تفاصيل يا دكتور، فحضرتك بتقول يعني انه نوعا ما احنا الملاحظات اللي قالها وزير التعليم العالي تم الاخذ بها بعين الاعتبار وكملتوا التجهيزات. بالظبط كده. تمام. بالظبط كده. ووقت افتتاح المستشفى كان واضح ان هي ما هياش طبعا شغاله بكامل. طيب هتشتغل المستشفى رسميا امتى؟ يعني هي مكتمله التجهيزات دلوقتي يا دكتور اشتغلت ولا لسه؟ احنا طبعا بالظبط كده، نتيجه الزياره دي تم تشكيل فرق عمل جديده وتم تكليف مجموعه عمل جديده. طيب لوضع خطه عاجله للانتهاء في اقرب فرصه، وان شاء الله في وعد ان على بدايه شهر 11 نبتدي نتلقى سيارات الاسعاف في الطوارئ. وزي ما حضرتك عارفه يعني بتقاس قدره المستشفى بالعمل
بقدرة استيعابها لحالات الطوارئ وتوزيع الطوارئ في محافظة اسكندرية. طيب معروف. الجزء التاني ماشي يا دكتور عشان بس الوقت، الجزء التاني من سؤالي بقى دكتور أسامة إبراهيم، ليس له علاقة بجماعة الإخوان من قريب أو من بعيد؟ هذا ما صرح به الأستاذ دكتور أسامة إبراهيم، أنه قالها مرارا وتكرارا أنه هو لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم ينكر أنه كان أحد السادة المؤسسين في حزب الحرية والعدالة وقتها. تمام، شكرا دكتور رجي زهران نائب رئيس جامعة اسكندرية على وجود حضرتك معنا.